كيفاش يعني موضوع ماشي محفز ما جاب الفشل وال... يجيب الإحباط للناس في الحق هي فاس حقيقة هي مزيان أنني ننبه الناس اللي بغى يسمعها ويديها مني مرحبا اللي ما بغى شي واللي بغى اللي ويعمل لي في باله اللي بغى الجائزة عندك يستشرك تبارك الله واللي ما استشرك شي صافي وحيتاش بزاف ديال الناس اللي كيقولوا لي انهم خصهم يفتحوا محل قلت نعمل هذا الفيديو هذا افتح المحل وتكون غانية عليه وفينا. بدون ما تكون محتاجة خليكم معايا باش تسمعوا هذا الفيديو السلام عليكم كيف نتوما مزيانين كلشي بخير كلشي مزيان عرفتوا جبرتوني نعمل معكم واحد الفيديو مختلف واحد الفيديو جاتني عيدة في بالي قلت نهضر معكم نيشان باش كلشي يسمع بالنسبه للناس شحال من وحده كتجي عندي كتقول لك حقا خصني نفتح محل باش نعمل فيه البيع والشراء كاينه اللي كتبغي اغلب يرجعوا كيدخلوا في الدومين ديال البلدي وكاين اللي كتبغي تعمل رومي ولا شي حاجه هنا اللي بغيت نقول لكم حنايا في واحد الوقت اللي اذا بغيتي تعمل محل بعدا هذه اول حاجه باش حتى شي وحده ما تزرف وتمشي تفتح محل وتكري وتعمل في الاخر تشد اول حاجه اذا باغا تعمل محل خصك في هذا الوقت هذا انا ما كنهضر لكمش على شحال هذه حيت شي اذا رجعتي الفيديوهات ديالي شحال هذه غنقول لك افتح محل ورزق الله وافتح محل وتوكل على الله وان شاء الله يكون خير ياك في ذاك الوقت علاش حيت في ذاك الوقت كانوا محلات هما اللي ماشيين حنايا كل عام وكل عامين وكل 4 سنين 5 سنين كيتبدل خصوصا ملي كنوصلوا 5 سنين بالضبط كتبدل الاحوال كتبدل انا اذا جيتي عندي هذه في 2016 باش كنت فتحت محل في ديك الساعه كنت كنخدم للناس غير في الدار مور هيداك هذا كيجيب لي هذا ما كانش كاين انستغرام وما كانش كاين اليوتيوب وما كانش كاين فيسبوك فيسبوك شويش يلاه بدا وماشي كلشي عملو اغلبيه عاملينها غير رجل نسى قليل صافي وفي ديك اللحظه انا باش فتحت محل كنت دخلت مع مليكه هي سلم عليهم يا مليكه كتحشم كتحشم المهم وعليكم السلام في ذاك الوقت هذاك باش جيت نفتح انا المحل كانوا الناس كيدوزوا شنو كنت كنعمل كنت عامله اضاءه في المحل وكانوا الناس كيدوزوا اللي كيشوف المحل كيرجع باش يشري من عندي اولا باش يخيط عندي وكنت خدامه والناس كاملين اللي كانوا عندهم محلات الصراحه كانوا خدامين وديال بالصح كانت الخدمه صافي موراها عام على عام والاحوال كتبدل رجعنا واحد الزمان ديال عندك انستغرام تبيع عندك يوتيوب تبيع عندك تيك توك تبيع عندك الفيسبوك تبيع ما عندك شيء عندك اي محل الا مين رجعوا الناس في شارع مكسيك اللي هو واحد الموقع كتعرف الدنيا كتجي ليلو ورجعوا بيدهم كيجيبوا الناس باش يعملوا لهم اشهارات شنو اللي بقى علاش حيتاش دابا اغلبيه بغيتي تفتح محل خصك ضروري تعمل انستغرام اولا هذا ما عندك شيء ما تفتحش جلس في الدار وخدم من الدار ديالك نقول الحاج كتكسب عليا الكره ديال المحلات لا انا كنقول لكم الحقيقه لا بالعكس الحاج دابا نقول لكم واحد الحاجه تخيلوا من القيصريه اللي احنا اللي انا فيها هاد قيصريه جوهره والله العظيم ملي كتجي عنده شي وحده هي الله باديه كتقول له نكري كيقول لها ما تكريش واحدة مره اخرى جات عنده قتلو انا خصني نعمل بيجامات قال لي بيجامات هما مسيبيني في الزنقه يعني اذا ما كانش عندك الانستغرام اولا شي حاجه اقسم بالله الا قال لها قدامي يعني اذا ما كانش عندك راه والو ما تمشى لك شي ماشي كنحطمكم كنقول لكم الواقع وزائد فوق هيدا الوحده اللي ما عندهاش اللي دخل عليها القفه واللي يصرف عليها واللي يجيب لها الماكله واللي يجيب لها شو مليكة كتعمل لي هيدا زعما اش كتقول لا بصح الوحده اللي ما عندهاش المدخل من شي جهه اخرى اولا مثلا تاكل وتشرب في الدار بدون ما تخلص هي من الجيب ديالها ما تفتح شي محل علاش حيتاش صعيب باش توازن ما بين كرات المحل والضوء والماء وما بين انك تاكل في الدار وتصرف على الدار وكل شيء يعني وحده ملي كتكون مزوجه وكيكونوا عندها ولاد
وهي اللي كتصرف عليهم اولا كتعاون الراجل ديالها في المصروف ديال الدار ضروري، يعني ما يصبرش عليه واحد العام عامين اللي مثلا تتعمل راس المال وتتحرك مزيان ما تفتح شي محل. اذا كنت تفتح محل خصك ما تنزل حتى درهم في الدار، حتى اذا كنت تنزلو تنزلو بالاراده ديالك ماشي تنزلو ضروري. مثلا يقول لك شو تخلص لي الماء والضو اولا تخلص الكرا حيت الشحمن وحده هي اللي عايشه الحبيبه ديالي مثلا ماشي محل. يكفي انك تعمل غير صفحه في الانستغرام وخدم عليها. منين نقول لك خدم عليها شوف الناس شنو كيعملوا عملوا تنتينا، يعني باش تخدم عليها هو انك خصك تنس الناس انهم يتفرجوا فيك بشكل يومي، اليوم كتنزل غدا كتنزل، هذه هي الخدمه اللي رجعت دابا حاليا. اما تمشي تفتح محل وتغرق راسك والله ما ننصح حتى شي وحده دابا حاليا بانها تفتح محل وهي عليها ضغوطات. حاجه اخرى انا دائما كنقول لكم فتحوا صفحه في انستغرام، عمل تيك توك، عمل هذه عمل هذه، شوفوا شحال من واحد فين كان وفين وصل. نقول لكم واحد الحاجه اخرى اللي هي ضروريه بالنسبه لهذا الشيء ديال شنو كان خصني نقول لهم حاجه اخرى اللي هي مهمه بعدا. مين تجي تفتح محل خصك تختار التوقيت المناسب، مين تجي تدخل في مشروع اختار التوقيت. شنو هو التوقيت؟ اي مشروع كيف ما كان يكون بغيتيه ينجح بدا في رمضان في الايام ديال العواشر. اما تجي تبدا لي انا في شهر 7 اولا في شهر 8 اولا في شهر 6 اولا دابا مثلا في هاد شهر 8 اللي داخل ما ينجح لك شي. علاش؟ حيت الناس كخصهم يمشيو يبحروا، كخصهم يخرجوا وليداتهم، خصهم يدورو، ما خصهمش يشريو. دابا خصها تخدم بياسات غاليين، خصك دابا تخدم وتخبع رمضان. انا معاك برافو، شري دابا وخبع رمضان برافو انا معاك، لكن باش تبدا دابا وتقول اجي نبدا دابا راه غتحطم وما غيجيك الفشل. علاش؟ حيت دابا المخير ما كيبيعش شي مبيعات كبارين، حيت دابا في هذا الوقت هذا صعيب الواحد باش يشري باش يخسر مثلا 2000 درهم يقول لك نمشي نبحر بها نكري بها ونخيم مع وليداتي. وموراها كتجي داخله المدرسه، الناس حتى كيدخلوا وليداتهم المدرسه عاد كيبداو ديك الساعه اللي بغى يشري كيشري، اللي بغى شي حاجه كيشريها، اللي بغى مثلا اي حاجه حتى لذاك الوقت ديال مور داخله المدرسه اللي هي شهر 12، يعني مور شهر 10 شويه من شهر 12 كتحرك قضيه وكتبقى هيداك هيداك محركه. واللي ذكي يوجد الشعبان والرمضان من دابا، ما تقولش لا وحقا ما تعرف من هنا لتما ما تعرف شكون نموت ولا يوقع لك شي حاجه اولا وقع لك، مهم كتكون عملتي السبب وعملتي اللي في جهدك عملتيه، ما كتعرفش شنو هو. الواحد شحال من واحد كيكون غدا يموت وهو هو عايش الحياه ديالو، يعني فهمتي ماشي نتفائلوا حنايا بالأسوأ. ملي تموت نبيعهم بها القنزوم. داكشي بحال واحد السيده مسكينه عمري ما ننساها، كانت عملت الطهاره لبنى وجدت له الحلوى، عمري ما ننساها وجدت له الحلوى وجدت الحاجات وماتت وصدقتك الحلوى داكشي عملوا على في الكنازه. والله الا الدنيا كيفاش عامل، فهمتوني اللي بغيت نشرح لكم. والله الا كنهضر معكم بقلبي، يا ما كنبغيش هيدا ما كيجيو عندي الناس وكنحس بيهم محطمين، وهي داك التحطيم والله العظيم الا ما كاينش اللي كيعملوا لك قدك الزرب. ما تفتحش محل، ما تفتحش محل، فتحوا حتى الايام د العواشر. وتعرفني انا دابا نخدم في الدار، تعلم شوف الناس شنو كيعملوا عملوا تنتينا، راه الناس ما كيبانوا لا بوجههم لا بتا شي حاجه وتبارك الله فين واصلين. وخصوصا دابا فهادشي ديال الانستغرام وهذا رجعت الخدمه ساهله باش انك تخدم وتدخل. والله العظيم يعني كاين بزاف. شنو تقول مليكة؟ سكت على متريضة. اجي وانتينا مش حال عندك من سنة ديال في الخدمة.
ساليتي ورجعتي لعندي انا. لا بصح بصح انا قبلت التقاعد 20 عام انا قبلت التقاعد لا 20 عام في الخدمه انا راه عندي 30 عام في الخدمه تبارك الله عندها ملكه عندها 30 عام ديال الخدمه